انا اول سكراب عملته حطيت الترمس المطحون وحطيت العسل وحطيت زيت زيتون وقلبته كويس جدا جدا. بيستخدم ازاي؟ بغسل وشي بشويه ميه فاتره مش سخنه ولا ساقعه، لان الميه السخنه بتلهب الوش، الساقعه مش بتنظف الوش، فلازم تبقى فاتره. باخد شويه منه وابتدي اعمله بحركات دائريه ما اجيش عند منطقه العين من 2 لـ5 دقائق، وبعد كده بقوم غاسل وشي واكمل الستبس مايت وارد ومرطب. تاني حاجه عملتها للمتصله اللي قالت لي على التجاعيد، جبت بياض بيض فصلت الصفار عن البياض. الصفار بعد كده هبقى اتكلم قدام في حلقات تانيه ازاي بيتحط على الشعر. فجبت بياض بيض مع معلقه عسل، بقلبه كويس جدا 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 جدا، وابتدي بفرشه او فرشه الكونسيلر او الميك اب او كده هحطها على الوش. اخد بالي ان وانا بستخدم الماسك ده ما اعملش اي فيشل اكسبريشنز، يعني ما اتكلمش في التليفون، ما اضحكش، ما اعملش اي حاجه، لان لما باجي احط الماسك واعمل فيشل اكسبريشنز يعني ممكن يعلم. ده في اي حاجه، ده في اي حاجه. انا متشكرك كتير، الوقت ما كفى ولسه في شغلات كتير انت ما عملت لنا اياها. المره الجايه ان شاء الله هتكون معانا ان شاء الله المره الجايه خبير التجميل والبشره.